الله بالخير. هذه الإصدارات الأخيرة من طواحين براتة، بستعرض اليوم اللي هي الفاريو دبليو. هذه دبليو، هذه عادية، هذه مخصصة لل أو أفضل للإسبريسو، وهذه الفورتيه المعروفة هالحين واللي منقطعها هالحين. يعني كثير من الناس يبون هالفورتيه هذه، ولكن انقطعت بسبب يعني بعض التكاليف التصنيعية، مثل ستانلس ستيل ومثل الشاشة هذه. صار فيه يعني إشكال في سلاسل الإمداد للمصنع نفسه، فأصدره الموديل هذا. الموديل هذا بالضبط مثل النتائج اللي تطلعها الفورتيه هذه. حتى لو نشوف الفورتيه هذه فيها التروس الستانلس ستيل هذه اللي هي مخصصة أفضل للمقطرة أو للدرب هنا. فمثل ما نشوف هنا الفورتي بي جي مكتوب عليها برو جرايندر، أو اختصار البي جي إنها يعني مخصصة للقهوة المقطرة. فنشوف هنا التروس حقتها هذه اللي هي ستانلس ستيل. هنا الفاريو هذه ما نمسوي لها، يعني ما لها دخل باللي نبي نوصل له، لأنه تروسها من السيراميك فهي للإسبريسو يعني أكثر. هذه لو نشوف اللي هي الفاليو دبليو، نفس التروس بالضبط، نفس التروس اللي هنا واللي هنا وحده، هذه هي اللي هي الستانلس ستيل. وإذا كانت التروس نفس بعض فإنها تبي تعطينا نفس النتائج. وش يميز برضو الفاليو اللي يخلي الناس يأخذون الفاليو، إضافة إلى أنها أفضل طاحونة للمقطرة أو أفضل طاحونة كهربائية للتقطير، ان فيها ميزان. هنا فيه اضافوا ميزان من شركة اكايا نفس فالميزان هذا يسهل علينا الشغل خاصة بالمقاهي. فانت تحط البن في الحاوية هذه، ثم خلاص انت تحدد او تبرمج كم تبي من جرام، مثلا رقم 1 20 جرام، رقم 2 30 جرام، رقم 3 120 جرام، وعلى كيفك تقدر تعدلها. اصلا تقدر تعدل، تنقص وتزود على كيفك وتثبتها. فإذا كان عندك مجموعة طلبات، على طول أنت تضغط، مثلا عندك كوبين تضغط على رقم 2 وهي تعطيك 30 جرام مباشرة. وهنا كذلك فيه تحديد درجات الطحن، ففيها تحكم عالي بدرجات الطحن. هنا نشوف 10 درجات أساسية و20 درجة مايكرو. هنا كذلك هنا الدرجات الأساسية هذه من 1 إلى 10، وهنا المايكرو. فمثلا لو أعجبتك الطحنة على رقم 6 مثلا، ولكن تبيها أنعم بدرجة بسيطة جدا، فأنت مثلا تنعمها 3 حروف أو 4 حروف، فيعطيك الدرجة اللي لا هي برقم 5 ولا هي برقم 6 اللي أعطتنا إياها قبل شوي. فنفس المواصفات الموجودة هنا موجودة هنا. اللهم الفرق الستانلس، هنا ستانلس ستيل وهنا شاشة كبيرة، وهنا لا، الشاشة فقط فيها الأرقام، وهنا برضو الـ من وراء بلاستيك، فقللوا التكاليف وقللوا السعر. النتيجة واحدة، هنا وهنا الماطور والأجزاء الداخلية كلها، فقلت التكاليف علينا هنا، ولكن بالأخير النتيجة واحدة. هنا وهنا نتيجة واحدة، ولكن هنا بسعر أقل بتقريبا 1300 1350 ريال، بسبب انهم قللوا التكاليف في هالطاحونة هذه، ولكن بالاخير النتيجة واحدة. بنشوف الحين تناسق الطحن ودقة الميزان. هنا 5.6، شوف على ميزان اكايا 5.6. الطاحونة الممتازة هذه، شوف هنا فصل واحد، شوف هذا طحن الفاريو وهذا طحن الفورتي، تبارك الله. وهنا ما شاء الله تبارك.